بتداولات إيجابية للمؤشرات الأوروبية. للحديث أكثر بالتفصيل ينضم إلينا رائد الخضر، كبير استراتيجية الأسواق في إيكويتي جروب. أهلا بك رائد. يبدو بأنه البداية إيجابية بالنسبة للأسواق الأوروبية، أيضا امتدادا لمكاسب وول ستريت من بعد 4 جلسات من التراجع التي شاهدناها في الجلسات السابقة مع إغلاق أخضر في جلسة يوم أمس. لكن ما يترقبه المستثمرون أيضا هذا الأسبوع هي قراءة مؤشر الإنفاق الشخصي الأمريكي. برأيك هذا المؤشر الذي يعتبر التضخم هو المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي، كيف من المتوقع أن تكون القراءة وتأثيرها على الأسواق؟ يعني اجمالا نحن بدنا ننظر على انه البيانات الاقتصاديه الامريكيه بدات تظهر يعني نوع من التفاعل مع توجهات البنك الاحتياطي الفيدرالي، وعلى راسها بيانات التضخم الذي بدات تتراجع. اذا نحن قرانا المصادر المعهوده او المعروفه انه والله التضخم اذا جاء بافضل من التوقع يعتبر ايجابي للدولار الامريكي، ولكن ذلك ليس في الفتره الحاليه التي نعيش فيها عند مستويات تضخم مرتفعه. لا يزال مستوى التضخم المرتفع يقرأ على أنه إذا تراجع بشكل واضح يعتبر إيجابيا للدولار الأمريكي، يعتبر إيجابيا للأسواق. وربما أعتقد أنه منذ قيام الفيدرالي الأمريكي مؤخرا برفع أسعار الفائدة فقط بخمسين نقطة أساس وتأكيده على أنه سيتابع البيانات الاقتصادية في الفترة القادمة، أصبحنا الآن ممكن يعني عشان ما تنصدم المستثمرين والمتداولين سوف يكون هناك عدم اتفاق على كيفية قراءة البيانات الاقتصادية. بمعنى آخر، إذا إجا التضخم عند مستويات أقل أو إذا إجا الإنفاق الاستهلاكي عند مستويات أقل من المتوقع، أعتقد ذلك سوف يتم ترجمته على ضعف الدولار الأمريكي، لأنه راح يكون في عندنا توجه نحو سياسة تيسيرية تحفيزية وربما إيقاف عمليات رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. نعم رائد، كمان عم نشهد اليوم زي ما ذكرت التحركات الإيجابية على المؤشرات الأوروبية، وشاهدنا خلال الجلسات الماضية مع ضعف الدولار كيف أنه التحركات على اليورو كان فيها بعض المكاسب، لكن استقراره عن مستويات 1.06 إلى أي مدى سيستمر في الاستقرار عند هذه المستويات أو ما فوقها خلال الجلسات المقبلة، كونه إحنا كمان داخلين على موسم أعياد وإجازات خلال الفترة المقبلة؟ صحيح، نحن شفنا مجموعة من البيانات الاقتصادية التي عززت قوة اليورو. اليورو كزوج أمام الدولار الأمريكي استفاد من البيانات الإيجابية التي صدرت من كل من ألمانيا ومن أوروبا وبيانات الـ IFO، سواء كان بيانات ثقة المستهلكين كلاهما جاءت بقراءة أفضل من المتوقع، وذلك يعني نوعا ما يحسب لي اليورو بأنه سوف يقترب من إنهاء نهاية تعاملات هذا العام بأداء إيجابي كذلك الأمر. بالتالي ذلك أتوقع أنه اليورو ممكن حتى يقترب إلى مستويات 1.07 مع اقتراب أكثر من نهاية تعاملات العام بداية تعاملات العام القادم، وممكن نشوف نعود عودة مجددا لمستويات 1.11-1.12 خلال الربع الأول والربع الثاني من العام القادم لسبب بسيط. أولا، استمرار تراجعات الدولار الأمريكي أعتقد سيكون مستدام بشكل أكبر لأنه بدأنا نرفع أسعار الفائدة بشكل الأقل، وعلى الطرف الآخر البيانات بدأت تتحسن من المنطقة الأوروبية، وبالتالي يعني أسوأ من الركود الذي كانت تعيشه أوروبا لا يوجد، والأزمة الطاقة بدأت تخف تأثيراتها نسبيا على منطقة اليورو، بالتالي بدأنا نرى ذلك من خلال البيانات الاقتصادية وثقة المستهلكين أو ثقة أو مؤشر IFO لمناخ الأعمال. هذه مؤشرات مهمة جدا نستقي من خلالها أن النظرة المستقبلية لقطاع الإنتاج التصنيعي والأعمال والخدمات جيدة في المنطقة الأوروبية، وذلك سيساهم بعملية تشديد السياسة النقدية دون قلق من قبل البنك المركزي الأوروبي. نعم، جلسة يوم أمس كان الخبر الأبرز هو ما قرره بنك اليابان فيما يتعلق برفع العائد على السندات طويلة الأجل وإعطائها حيز أكبر من 25 نقطة أساس ل 50 نقطة أساس. برأيك هذا التحرك من قبل المركزي الياباني وانعكاساته اللي كانت واضحة أيضا على الذهب التي شهدناها في جلسة يوم أمس واللي ارتفع فوق مستويات 1800 دولار بالنسبة للأونصة، هاي التحركات هل سيستقر فوقها الذهب أم سيكسر هذه المستويات خلال الفترة المقبلة؟ أعتقد أنه جزء كبير من تراجعات الدولار الأمريكي حقيقة من يوم أمس حتى اليوم هي بسبب الين الياباني والمفاجأة التي قدمها بنك اليابان المركزي.
بأنه هذا البنك الذي تعودنا عليه بأنه سياسته تحفيزية مستمرة ومنذ شينزو آبي يعني رئيس الوزراء السابق وكورودا الذي تنتهي ولايته قريبا، كلاهما كانوا مؤكدان على أنه سياسة تحفيزية لفترة طويلة. ما قام به البنك المركزي الأوروبي يفتح المجال نحو عمليات تشديد في السياسة النقدية، أو بمعنى آخر يعني ضاق ذرعا من التراجعات الحادة التي كانت على الين الياباني في الآونة الأخيرة، ويجب أن يكون هناك تعديل على السياسة النقدية. هذا ما فتح له المجال. بالتالي رأينا ضغط كبير على الين الياباني لشراء وتراجع وانسحابات في الدولار الأمريكي على وجه التحديد. ذلك خدم بطريقة غير مباشرة أسعار الذهب التي تمكنت من الارتفاع وتحليق فوق مستويات 1815 دولار للأونصة. ولكن الذهب كان سواء بهذه البيانات أو بغيرها أتوقع كان من المرشح له أن نقترب أكثر من الارتفاعات، لأنه عندك أنت عام من الركود الاقتصادي، عوائد أسعار الفوائد أعلى، بالتالي يجب أن يكون هناك انخفاض في شهية المخاطرة إجمالا. نحن مقبلين على عام سوف تكون فيه التذبذبات أقل، ولكن لا يوجد أيضا أحجام تداول كافية غير ناجع التداول، فبالتالي تبحث عن خزانات قيمة، وممكن ذلك كان يوفر للذهب مزيد من الزخم بالاتجاه الصاعد. كل هذه العوامل كانت تصب وتساعد الذهب أنه يتجاوز أعتقد مستويات 1835 إلى 1840 دولار للأونصة قبل نهاية تعاملات هذا العام. نعم رائد الخضر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي جروب، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.